أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب. أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب وسيرته وحكايا الصحاب. أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. سنحيا جميعا بظل القلم